نكهت قولي لي وين رايحه؟ تعالي هون نكهت. وين انتي نكهت؟ وين انتي نكهت؟ تعالي هون نكهت. عم اقول لك وين انتي يا نكهت؟ نكهت تعالي هون نكهت. نكهت 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 مرحبا انا نكهت. انت مين طلب منك تقتلني؟ عزرائيل. قلي لي شلون بتعملي معي هيك؟ لأنه ابني بين إيديهم. ما اتبعتك ولا مراد بعتك؟ سيد داود، إذا عرفت شو رح تستفيد. صار بحياتك إنك تراجعت عن قتل حدا؟ صار بلا صار، بس هاي ما بتنطبق عليك. اسمع، أنا بقدر أعطيك كل شي بتريده. إذا بدك بعمل منك بطل. سيد داود، البطل ما بينعمل، البطل بيعمل حاله. بعرف إنه ما في مجال. خلص رح تقتلني، بس لا تبادلني قدام الأمة التركية. الأمة لو كانت بتهمك بشي ما كنت خنت الأمة والوطن والدولة وكل شيء بتمثله البلد. إذا بتريد عندي رغبة أخيرة، أقول لمراد إنشي مريضة ويا ريت ما يتركها لحالها. ريح قلبك عمال. مراد على الدار، مستحيل يترك حدا لحاله. هاي صار اللي بدكم اياه، اتركوا لي ابني بقى. ليكو ابنك فوق بالتراس. يلا شو، وين ابني؟ ها ليكو، طلعي طلعي لتحت. شفتي شي؟ لا، بس ابنك ما عاد بده يشوف ام مثلك. سيد الرئيس، اتصل العميل عبد الحي، قال لي انه لغوا المفاوضات. شو يعني لغوا المفاوضات؟ سيد الرئيس، قال لي ما عندكم نيه للمفاوضات وانتم عم بتضيعوا وقتنا. سيد الرئيس، اصلا العميل مراد علمدار ما عنده نيه للمفاوضات، همه يرجع يعمل بطل. رح يقول قدام الناس نحن مدينا ايد السلام وهن رفضوها. انا مع راي الرفيق سرحات، بدل ما نبعت مراد علمدار بهي المكاسب خلينا نبعت لهم جثته. اذا بتقدر تعملها لا توقف. رفيق جمال، اذا ما بنقدر نخلص على مراد علمدار بشمال العراق، شلون بدنا نكسب النضال بالمدينه الكبيره؟ سؤال مراد علمدار، حول رفيقنا لالا حمامة السلام لصقر محارب. سيد الرئيس، عندي رغبة أعرف النتيجة اللي وصلت لها من هاي التحليلات. معلم، هيك نحن عم نلعب قمار، هدول ما رح يفهموا موقفك. أنا ما بفوت بلعبة خسرانة يا عبد الحي. شهميران ما عنده فرصة تانية. معلم، هذا شهميران بيقدر يقلب على شارون. ما بيقدر شهميران بالآخر، ورقة لشارون، وشارون خلاص حرق هالورقة وما عاد فيه تراجع. أيوة، شو وضع المفاوضات؟ ما
عنا مشكلة. شو عملت؟ بشغلتي ما في مشكلة، كل شي صار مثل ما مخططينه. ما تشغل بالك ابنو. شو صار معلم؟ كارا خلص على داود. نعم معلم. عمران السيد داود مات. سلامة عمرك معلم. تسلم. هلأ ما رح يحلوا عن إنجي، بتأمنوا له حراسة للبيت وبتصرفوا رجال داود. أنت بتأمر معلم. ما رح خلي الطير الطاير يمر. معلم نحن كيف بدنا نطلع من كل هالمشاكل؟ المنظمة والإعلام والجلاديو المخبى، هدول كلهم عم يندارو من محل واحد. إذا ما سيطرت عليهم كلهم ما رح تعتبر حالك سيطرت على شيء. بعد ما أسرت الجمهورية التركية قائدنا العظيم بالغدر، وصلت المنظمة بلحظة لحافة الانهيار. بس بفضل قيادتي أنا قدرت أنجح أني أكسب من جديد ثقة شعبنا بالمنظمة، وهيك حققنا مكاسب كبيرة بالنجاح المسلح من جهة والكفاح الإيديولوجي الاجتماعي من جهة تانية. سيدي الرئيس، شعبنا ومنظمتنا مدينة لسيادتك. إيه لا تقطعني، أنتوا بتعرفوا شلون قدرت أني حقق هاي المكاسب؟ قدرت حققها بالاستراتيجية اللي ورسنا إياها قائدنا. اتحركت حسب التوازنات على الأرض، قدرت أني استغل دخول الأمريكان على العراق بشكل قوي، وطورت علاقات وطيدة مع إسرائيل، وحافظت على علاقة حذرة مع إيران. سيدي الرئيس، ما ننسى الدول الأوروبية. بفضل استراتيجيتكم الدول الأوروبية دعمت نضال شعبنا وضغطت على الجمهورية التركية. الضغط ما نو كافي. لو الجمهورية التركية ما نفايتة بعقل الأوروبيين كنا رسمنا الخطوط اليوم، بس هن كمان رح يتقدموا مثل غيرهم. وسوريا يلي حضنت قائدنا ضمن أرضها هلأ هي بهاي الفترة بحاجة ماسة كتير لدعمنا وبشكل كتير كبير. سيد الرئيس، اليوم التوازنات عم تتغير. المؤسسات الأوروبية اللي عم تقدم كل الدعم للربيع العربي عم يحرموا شعبنا من كل ذرة دعم. شوف هذا التحليل مهم. بسبب المتغيرات الميدانية بلشت شوية معطيات تنقلب وتتحول ضدنا. انسحاب الأمريكيين من العراق ودعم للإقطاعيين المحليين وبناء علاقات قوية بين الجمهورية التركية وهدول الإقطاعيين عم يفرض علينا تغيير استراتيجيتنا. سيد الرئيس، الهيئة التنفيذية تنظمت لهذا الهدف. إذا نفذنا خطة الهيئة التنفيذية بكل المنطقة مو بس ضمن حدود تركيا، شعبنا رح يقدر يخنق هدول الإقطاعيين. هدول ما ممكن يترددوا لحظة أنهم يتعاونوا مع أعداء شعبهم لمصلحة مكاسبهم الإقطاعية القذرة. بس هالمرة نحن رح نخرب لعبتهم، رح نشوش على علاقتهم مع الجمهورية التركية. سيدي الرئيس، كأنك رح تشلح البدلة العسكرية وتلبس بدالهم الجرافي والطقم، فهمتك غلط؟ الرفيق دوران نتيجة حياته مع الإمبرياليين عم يستخدم المصطلحات الإمبريالية أكثر من المصطلحات الثورية، لهيك ما عم نقدر نفهم عليه. عفوا رفاق، ما في لزوم لتحريف الموضوع. الطقم والجرافي اللباس يلي بيلبسوه الدبلوماسيين أثناء عملهم بالسياسة. أنا هون حبيت ألفت النظر لاستراتيجية السيد الرئيس الدبلوماسية. شوف رفيق دوران، نحن منروح بهاي التياب اللي بتمثل رمز شعبنا على الحرب وعلى المفاوضات، لأنه نحن ما عم نناضل من شان عشيرة أو منظمة، نحن عم نناضل مشان شعبنا الموزع على 4 دول. أنا بلقائي مع مراد علمدار رح أثبت قدام العالم كله أنه نحن وحدنا يلي منمثل شعبنا ونضال شعبنا، ورؤساء العشائر بيمثلوا حالهم وبس. عابد، تعبنا من هالرحلة. ما فهمت أنا ليش كل هالسرية،
ظهري انكسر من القعدة بالبيكاب. ما جايين نطلب ايد بنت نخطبها، جايين ناخد راسين كبار. قال معلم ما لازم مخلوق يعرف بجيتنا. كنا قطعنا الحدود بجواز سفر مزور، ما حدا كان رح يعرف انه اجينا. انت بلغت شوي بالقصة يا رو. نحن ما لنا مطعم باسطنبول. بس ما نكون عم نستنى بمحل غلط. وين تأخر الزلمة تبع عبد الحي؟ معلم المحل صح، الزلمة بعد شوي بيجي. بس كأنه جايين ناس تاني. اوعك تعلق معهم عابد، انتبه، ما بدنا نكشف حالنا. فكرة منيحة أخي. باسم شعبنا برحب فيكم. أهلين وسهلين. بس عفوا مين أنتو؟ ما عرفت من الروسيات اللي بإيدينا؟ رح ناخدكم على مكان تعملوا التحقيق الصحفي. أنتو من أي صحافة؟ نحن من سكان خبر تركيا. سكان خبر؟ إيه سكان خبر. يعني الإعلام بهالحالة رح يكون أقوى من رصاص. غلطان، رصاص دائما أقوى بكتير. بتحب أنا فرجيك؟ أخي الحمد لله قررت أخيرا تدخل على السكت. لو داخل بصوت كانوا أكيد سمعوك للبصرة. طيب شو أعمل؟ روح أعمل تحقيق صحفي حتى ما يحسوا علينا. أخي أنا اسمي ميماتي، ما ممكن يصير حياتي، مضطر أعطي اسمي حقه. تعال يا معلم. انتو شو عملتو هلأ؟ لا بتضل لا بشبرقة ولا منظمة إلا ورح تلاحقنا. خلينا نروح بسرعة. يلا عابد. أخي تعرف مين هذا الزلمة؟ أكيد زلمة عبد الحي. يعني المعلم معه خبر؟ بيكون عبد الحي حكاله كل شيء. يلا اطلع امشي. المعلم معه خبر؟ هنن بالمدينة، ما بدهم منا نتواصل معهم حتى يجي منهم خبر. طلع معنا وقت يا عابد أفندي، ليش استعجلت وقوصت عليهم؟ كنا عملنا التحقيق الصحفي. وشلون مات يا ابني؟ المسكين صار معه أزمة قلبية. يا حرام قديش هالبنت منحوسة يا سيد عمر. وإن جبت تعريف؟ لا والله لسه. المعلم مراد اقترح انه انتو يلي تخبروها. لنروح لكان يا ابني. وانا رح روح معكم يا سيد عمر. يا مرة منجيب انجي ومنجي. البنت بالاساس زعلان كتير، ولما رح تسمع هالخبر ما بقى تقدر تروح على محل. انا رح ابقى عندها هنيك. اعلنت مديرية الامن انها تحقق باتجاهات عدة في قضية موت داود تتر اغلو، ونحن نعزي عائلة الفقيد والوسط الاعلامي. يا شهر آغا سمعت الخبر؟ سمعت سيدي سمعت، وكنت رح أتصل فيك. الإجراءات ما خلصت. شو يعني ما خلصت؟ وين أنت؟ لأجي لعندك وخبرك شو اللي صار بالمكتب.